السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج هيام الناس، وبتغطيه استثنائيه راح نكون بقاعه قرطبه بفندق المنصور بحفل جوائز الابداع من قبل وزاره السياحه والاثار. هذا المهرجان وهذا الحفل يقام سنوي، وطيله السنوات الماضيه يعتمد هذا الحفل وبشكل وبدرجه عاليه بانه حفل رسمي ومركزي، خصوصا بعد رعايه السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشيوعي السوداني لهذا الحفل. راح نكون وياكم وبالتحديد بهاي القاعة راح نتعرف عن الفائزين. خليكم معنا. نرحب بالسادة وكلاء الوزارة والمدراء مع حفظ المناصب والألقاب وكلكم مقامات. نرحب بالحضور الكريم من شخصيات ووجوه بارزة في الدولة العراقية. نرحب أيضا أجمل وأجل ترحيب بمثقفينا ومبدعينا بدورا في الغياهب، ينابيع الإبداع بحورا للمواهب. ولكل الحضور الكريم نقول يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس وفي المقل. قلوبنا لكم هي المحل، انضاق بكم فسيح المقعد، فتحية لخير قادم. نتشرف الآن بالاستماع إلى كلمة السيد راعي الثقافة والمثقفين وزير الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ الدكتور أحمد فكاك البدراني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأحبابه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. ترى ما عسانا أن نقول في يوم الإبداع وأمام نخبة من الضيوف الكرام، كل بوصفه ورسمه وصفته، حل ضيفا كريما علينا من إخوة مسؤولين ومن أخوة أصحاب العقول النيرة والأفكار الكبيرة الملهمين من المبدعين الذين يصوغون الفكر بأحلى وأبهى أشكالها لتظهر أمام العالم أجمع بأروع الصور من شعر ونثر وحكايات، من قصص وروايات، ومن فن تشكيلي ومسرحي وسينمائي، ومن جميع صنوف الفن والأدب والإبداع. فرسان الكلمة، هذا هو ميدانهم وهذه هي ساحتهم هذا اليوم، ولهم القول، ولسنا إلا مرحبين بهم وبما جادت القرائح والأفكار بوصفهم مبدعين. ولا شيء أكبر ولا أسمى ولا أروع من الإبداع، لأنه التميز، لأنه التسامي، لأنه يكاد يكون الخلق. فإن لم نقل الخلق فهو تحقيق الجديد. تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق. فمرحبا بكم أيها المبدعون من كل حدب وصوب من أنحاء العراق العزيز. تنافستم، تباريتم بمنتهى الشفافية وبلجان علمية وأدبية منكم ابتعدت
عن كل شيء إلا الشفافية، لتقدم لنا ما قدمتم وما تميزتم به لنحتفل بكم ومعكم هذا اليوم. فجائزة الإبداع الكبرى هي أكبر جائزة تقدمها وزارة الثقافة والسياحة والآثار منذ 8 أعوام خلت هذا العام وكل عام. وتعلمون جيداً أن البرنامج الحكومي خصص جزءاً كبيراً منه للشباب ولتقديم الخدمات، ولعلنا نقدم الخدمة بالكلمة الطيبة وبما تجود به القرائح وما نسمع ونرى هذا اليوم من فنون وزارة الثقافة والسياحة والآثار. فحياكم الله وبياكم، ونبدأ معكم مرة أخرى وحياكم الله. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا المؤتمر والمهرجان، العرس خلينا نقول نسميه عرس جوائز الابداع، اليوم للمبدعين اللي موجودين هنا. استاذ قاسم، بدايه انا ارحب بك اجمل ترحيب. اريد اعرف انه مثل هيك مهرجانات، مثل هيك تكريم للمبدعين بالعراق، يعني مفتقديها، صار هواي ماكو، لو شنو تعبرون عليها كمبدعين؟ هي جائزه تقليد سنوي تسلط الضوء على المنتج الكتابي العراقي في حقل الرواية والقصة القصيرة والنقد وأيضا السينما، وبالإضافة لأدب الطفل وبقية الفنون الإنسانية الأخرى. الجائزة مهمة جدا، وهي أشبه بجائزة الدولة، لأن تقام من طرف حكومي وهو وزارة الثقافة. ومن مميزات الجائزة ووصولا إلى هذه الدورة الثامنة الاستمرارية الإبداعية للجائزة، وأيضا المعايشة الجمالية للحدث الذي نعيشه الآن بكوكبة من المبدعين العراقيين في كافة الحقول. إذن هذه الجائزة هي نقطة ضوء ونقاط ضوء كثيرة، وأشبه بالقناديل والمصابيح المضيئة التي تنير درب الإبداع العراقي. طيب، يعني إحنا اليوم إذا أردنا نتحدث بتصنيف الفائزين أو المكرمين هناك كمبدعين، 5 فائزين فقط. نعم. وهذا العدد لربما كافي لمبدعي بغداد، لمبدعي العراق. هو بجميع التخصصات. نعم. هذه عفوا صديقي، القائمة القصيرة للجائزة 5، لكن الفائز 1. هو طبعا عشرات المشاركين، لكن هناك قائمة قصيرة، هناك قائمة طويلة وقائمة قصيرة، ومن ثم الفائز الذي يفوز اليوم هو فائز 1 من كل صنف إبداعي. لكن كانت هناك قبل ذلك قائمة قصيرة أيضا ستكرم اليوم، وهذا شيء مهم. وهي طبيعة الجوائز، المهم المشاركة، يعني وجودهم هنا بحد ذاته هو فوز وجائزة بحد ذاته. الأهم في هذه الجائزة أن هناك بعض العناصر الشبابية التي شاركت ووصلت إلى القائمة القصيرة وأيضا فازت، وهذا شيء مهم جدا في دورة حياة الشاب لاستمرار هذا التدفق الإبداعي، يعني من جيل الرواد إلى الجيل المعاصرين إلى جيل الشباب. نعم. يعني اليوم كلجنة أو كوزارة، أنه اللجنة العليا اللي شكلتها برئاسة معالي وزير السياحة والآثار والثقافة، ممكن أنه تكون هي الجائزة الأكثر قيمة باعتبارها أنه كجهة راعية
بالتأكيد هي جائزة إدارية قبل كل شيء ومعيارية وتمثل الدولة العراقية، وهذا مهم جدا أن تفوز جائزة في بلدك يعني، فهي أشبه بجوائز الدولة في بقية الدول والعالم يعني. لكن هنا الجائزة مقسمة لفروع وفئات، وهذا الشيء المهم، ونتمنى في يعني في السنين القادمة والدورات القادمة يكون تطور أكثر للجائزة على صعيد الفائزين، على صعيد لجان التحكيم، على صعيد جميع المستهدفين من هذه الجائزة. شو وقت نشوف أحمد البعران ومقيم بالعراق؟ والله أنا مقيم بالعراق، يعني أنا صح عايش بعيد جغرافياً عن العراق، ولكن العراق أعيشه بشكل يومي. وأنا بالنسبة لي متى ما كلفت بشيء رسمي وشيء حقيقي سأكون في خدمة بلدي، في خدمة أبناء بلدي، وهذا واجبي. والدليل الآن أنا موجود في العراق في واحد من أهم المناسبات والمحافل، هي جائزة الأرقى والأهم اللي هي جائزة الإبداع العراقي، بعد أن تم تكليفي من قبل الأخوان في وزارة الثقافة على رأسهم الأخ العزيز وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك. من تم تكليفي صديت لهذه المناسبة لهذه المهمة، أنا بتصميم وتنفيذ الجائزة، وحقيقة راعيت أنه تكون بأعلى المواصفات وسهلت عملية تنفيذها بكل الطرق حتى تروح. نعرف مضمونها؟ هي استوحيناها من كلمة الله لفظ الجلالة، لأن الله هو المبدع الأول، هو الخالق الأول، وهو يستحق أن يكون كل الجمال مقترن باسم الله لفظ الجلالة. شعورك اليوم بعد ما انه تم تكريمك وتقديرك بهذا هيك مهرجان رسمي من قبل وزارة الثقافة؟ شكرا جزيلا. الحقيقة بالبداية نشكر وزارة الثقافة على هذه المبادرة المهمة، على اعتبار انه الفيلم الرواية الطويل العراقي هناك مشكلة السيناريو، وهذه يعاني بينها من زمان. فقط بالفيلم الروائي؟ فيلم الروائي الطويل يعني. فالآن التفتت وزارة الثقافة وجائزة بتخصيص حقل في جائزة الإبداع العراقي إلى سيناريو الفيلم الطويل، وهي أول مرة، لأهمية هذا المجال، وثانيا لقلة من يكتب في هذا المجال. لهذا لما أكون أفوز بهاي الجائزة اللي هي أول مرة تصير وأفوز بها بالمركز الأول، هذا فرح كبير جدا. يعني هذا أول فيلم لك؟ هو أول فيلم يعني منشور أول فيلم منشور. شنو اسمه نقدر نعرف تفاصيله؟ السيناريو اسمه عذراء سنجار. عذراء سنجار مأخوذ من رواية عذراء سنجار للكاتب وارد بدر السالم. وإن شاء الله إحنا الآن يحدث عن سبايا سنجار في فترة داعش، والآن إحنا ننتظر إن الوزارة تكمل فضلها ويصير تنفيذها إن شاء الله يتنفذ. يعني لحد الآن قيد التنفيذ؟ يعني إحنا بعد الاحتفالية ندخل مكرمة السيد رئيس الوزراء بتخصيص 5 مليارات لإنتاج الأفلام، أتمنى إنه هذا الفيلم يأخذ نصيبه من هاي. طيب هاي الطموحات نشوفها على مستوى عربي على مستوى عالمي؟ والله القضية كبيرة وهي إنسانية، وإحنا متخصصين بالوسط، وإن شاء الله يعني نقدمه بما يليق. إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا. إن شاء الله السنة الجاية حاضر على المركز. لا أنا أريد الفيلم إن شاء الله يفوز مرة ثانية. إن شاء الله الفيلم مشارك به على مستوى عالمي. إن شاء الله سعد نعمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام وصلنا معكم لختام تغطيتنا لهذا اليوم، بعد ما شفنا العديد من الشخصيات المبدعين بالعراق تم تكريمهم
من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار بمهرجان رسمي، مهرجان يعتمد عليه من قبل المؤسسة الحكومية باعتبار أنه ذات تقييم وذات جودة عالية. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادعم على اللقاء.